اليوم رح أعمل معاكم كباب الهندي بطريقة كتير سهلة وبسيطة بطنجرة الضغط الانستنت بوت. عندي هون تقريبا كيلو من اللحم المفروم وفيه شوية دهن، وعندي هون فلفل أسود، وعندي بابريكا، وعندي الملح. هأجنهم كلهم مع بعض وشكلهم، نعجنهم كتير منيح حتى البهارات كلها تدخل باللحمة. هلأ بناخد اللحمة وبنكورها أول شيء، بعدين بنكبكبها، بتشكلوها بالطريقة اللي انتو بتحبوها، أنا بفضلها بهذا الحجم وبهذا الشكل. هلأ هنضغط على برنامج السوتيه، هحط هون زيت حتى أقلي اللحمة فيه، تقدروا تستخدموا زيت نباتي أو زيت زيتون. هلأ هنزل اللحمة لحتى أقليها، بنقليها كتير منيح وبنضل حاطين على برنامج الصوتي لحتى نوصل لهذا اللون. هلا تقريبا انا عندي كيلو لحمه، عندي 3 حبات بصل كبار مقطعتهم جوانح، هلا بضيفهم فوق اللحمه وبضل حاططهم على برنامج الصوتي لحتى يتقلى البصل كتير منيح مع اللحمه قبل ما اضيف البندوره. هلا بعد ما قليت البصل واللحم كتير منيح على برنامج الصوتي انا لساتني، هلا عندي هون البندوره، انا عندي هون بندوره فريش طحنتها ضربتها على البلندر، بس بندوره فريش وحطيت لها ملعقه كبيره من رب البندوره. هلا بشيلها وبحطها فوق اللحمه والبصل. هلا بنحركهم كتير منيح حتى يتسبكوا مع بعض. نسكر الطنجرة عنا وبنضغط الطنجرة، بنتأكد من زر الضغط انه ضغطناها، بنكنسل برنامج الصوتي وبنضغطها على برنامج الميت لمدة 15 دقيقة هاي بلس مور اعلى قوة ضغط. وخلصت اكلتنا وهذا المنظر النهائي، لا بتقدموها مع رز بشعرية وصحة وألف هنا على قلوبكم.